بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة قدوم المولود حمدان لسموه. هذا نصها: سمو الابن العزيز الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا كثيرا أن نعبر لسمو الابن العزيز عن خالص تهانينا وتبريكاتنا القلبية على ما أنعم به الله سبحانه وتعالى عليكم بالمولود العزيز حمدان. داعينا العلي القدير أن يجعله قرة أعينكم وجميع أفراد العائلة الكريمة، وأننا لندرع إلى المولى جلت قدرته أن يحفظه وأن يسبغ عليه موفور الصحة والسعادة وأن يوفقه في حياته وفي تحصيل العلم النافع لخدمة مجتمعه ووطنه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه عاهل البلاد المفدى. الله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء.